أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع. في هذا الفيديو أعزائي الطلاب سنقوم بوصف الوحدة الأولى لمادة التربية الإسلامية. في هذه الوحدة أعزائي الطلاب تتناول موضوعات عدة، منها سورة الإسراء التي تتحدث عن الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بعد ذلك ننتقل إلى درس خصائص الشريعة الإسلامية الربانية والتي تتصف بالشريعة الإسلامية بصفات الكمال والتمام. بعد ذلك تلاوة درس التلاوة والتجويد. منها أعزائي الطلاب ستقوم بمعرفة مفهوم التفخيم والترقيق، وننتقل بعد ذلك إلى درس الإيمان بالقدر وهي إحدى أركان الإيمان وبيان مفهوم الإيمان بالقدر. بعد ذلك الدرس الأخير وهو يوم أحد وهو ثاني المعارك الكبرى التي خاضها المسلمون. أما أهداف هذه الوحدة أعزائي الطلاب، في نهاية الوحدة سيتمكن الطلاب من يبين معاني ومفردات جديدة من الآيات الكريمة، يميز بين التفخيم والترقيق بمعرفة حروف كل منهما، أيضا يبين موقف المنافقين يوم أحد، ثم يستنتج الطالب آثار ربانية الشريعة الإسلامية في سلوك المسلم. أما ربط المادة مع المواد الأخرى أعزائي الطلاب، ترتبط هذه الوحدة مع التربية الوطنية والتي تتحدث عن الدفاع عن الوطن من الواجبات العظيمة التي أكدها الإسلام، وهي تمثل المسلمون في يوم أحد. هذا الواجب أحسن تمثيل، فقد بذلوا أنفسهم وأموالهم دفاعا عن المدينة المنورة على الرغم من اختلاف أصولهم ومنابتهم مهاجرين وأنصار. أيضا ترتبط هذه الوحدة مع تكنولوجيا المعلومات من خلال المصادر التي سيعود لها الطالب أثناء عمل المشروع وهو البحث وعمل الوحدة. ومن خلال مشروع الوحدة الذي سيقدمه الطالب، فهو يحتاج إلى جمع المعلومات وترتيبها بالرجوع لمصادر موثوقة. إذن هذه ربط التربية الإسلامية مادة للصف التاسع، وهي ربطها مع مادة التربية الوطنية، أيضا ربط مادة التربية الإسلامية في هذه الوحدة أعزائي الطلاب مع تكنولوجيا المعلومات. أما مشروع هذه الوحدة أعزائي الطلاب، ستختار غزوة من الغزوات التي شارك بها الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك تقوم برسم مخططا لأبرز الأحداث التي مرت في هذه الغزوة، ذاكرا اسمها، أيضا مكانة هذه الغزوة ومكانها أيضا وأبرز أحداثها والصحابة الذين شاركوا فيها، نتائج هذه الغزوة. على أن تراعي عزيز الطالب أثناء العرض المشروع ما يلي: أن يكون العرض في حدود 5 دقائق متحدثا باللغة الفصيحة، أن يكون عدد أفراد المجموعة 3، أن تختار كل مجموعة واحدة من إحدى الغزوات الآتية. وهذه الغزوات التي شارك فيها النبي عزيز الطالب هي الخندق، بدر، وأحد. أيضا هناك مصادر تعينك في إعداد هذا المشروع. إذا عزيز الطالب، المشروع هو أن تختار غزوة من الغزوات التي شارك بها النبي صلى الله عليه وسلم مخططا لأبرز الأحداث، ذاكرا اسم الغزوة ومكانها وأبرز أحداثها والصحابة الذين شاركوا في هذه الغزوة ونتائجها، على أن تراعي العرض كما قلنا أن يكون في حدود 5 دقائق، شرط التحدث باللغة الفصيحة، وأيضا أن يكون عدد أفرادها المجموعة 3 فأقل، أو وأن تختار كل مجموعة واحدة من إحدى الغزوات كما قلنا. أن تختار من هذه الغزوات هي الخندق، بدر، وأحد. أيضا ستكون في هذا الموضوع هناك مصادر تعينك في إعداد هذا المشروع.
أما ربط هذه الوحدة أعزائي الطلاب مع رؤية ورسالة المملكة، عفوا الرؤية ورسالة المدرسة، تحفز دراسة هذه الوحدة على امتلاك العقلية الدولية المنفتحة بمناقشة قضايا تتشارك فيها الإنسانية ومناقشة ثقافات مختلفة. رؤية المدرسة عزيزي الطالب تتمثل في رعاية المتعلمين مدى الحياة والمفكرين العالميين ليصيروا مواطنين مسؤولين يتمتعون بصفات قيادية وقيم عالمية مع غرس الفخر في الهوية الثقافية للفرد. أما المهمة تكمن مهمة المدرسة في تزويد الطلبة ببيئة تعليمية تفاعلية مدمجة تحفز التحدي ضمن مجتمع دولي متعدد الثقافات، يركز على المناهج العالمية والتوازن النفسي للمتعلم، أيضا يعزز العقلية الدولية ويوفر العديد من الفرص والخبرات التي تساهم في تطوير المتعلمين. إذن تحفز دراسة هذه الوحدة عزيز الطالب على امتلاك العقلية الدولية المنفتحة بمناقشة قضايا تتشارك فيها الإنسانية ومناقشة ثقافات مختلفة ضمن تعدد بيئات العمل المدروس. يعزز مشروع هذه الوحدة عزيز الطالب التي ستقوم بعمل في هذه الوحدة وما يرتبط به من بحث وأعداد عرض تقديمي سمات القيادة والانفتاح. بعد عمل هذا المشروع عزيز الطالب عليك أن تجيب على إحدى الأسئلة التالية: ما هي أبرز الموضوعات والقضايا التي درستها في وحدتك عزيز الطالب ترتبط بالواقع وتمنحك تعلما مستمرا مدى الحياة؟ أيضا ما رأيك في مشروع هذه الوحدة عزيز الطالب؟ أيضا ما التحديات التي واجهتك بعد دراسة هذه الوحدة؟ إذن هنا تحفز دراسة هذه الوحدة على امتلاك، كما قلنا، على امتلاك العقلية الدولية المنفتحة، هنا ربط هذه الوحدة بالرؤية ورسالة المدرسة. شاكرة لكم أعزائي الطلاب على حسن استماعكم وتعاونكم.